يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أشكل عليه كلام في العقيدة فهل له أن يسأل عن ذلك علنا أم يذهب إلى العالم سرا ويقول قد أشكل علي كلام لبعض العلماء السابقين في العقيدة؟ يسأل بالطريقة التي يتوصل فيها إلى العلم، الطريقة التي يتمكن فيها من زوال الإشكال يعملها، ولا داعي إلى إعلان ذلك، إنما يكون بينه وبين العالم الذي يسأله، ولا داعي إلى إعلان ذلك على الناس. نعم.